اهلا وسهلا بكم اصدقائي، معاكم مستر بادجي. اصدقائي جوه مصر وبره مصر، برحب بيكم في عيادة بادجي وفيديو جديد. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن نتيجة تزاوج ذكر الكوكتيل مع انثى الروز او انثى الفشل. هل عملية التزاوج دي هتنجح، ويا ترى ايه هي الطفرة او ايه هو نوع الطيور اللي هينتج عن هذه العملية؟ هل فعلا في طفرة او في ناس عملت العملية دي ونجحت معاهم، ولا الموضوع بيجي او بيبوء بالفشل في النهاية؟ ده اللي هنتكلم فيه في فيديو النهاردة. ولكن قبل ما نبدأ، خلينا نذكرك بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وما يفوتكش اي فيديو من فيديوهاتنا. لو عندك اي استفسار او اي سؤال سيبهولي في الكومنتات وبرد عليك في كومنت، او لو الامر يستدعي ان انا اعمل لك فيديو، بعمل فيديو وبعمل لك زي اشارة في الكومنت بتاعك ان انا رديت عليك في فيديو جديد. نرجع لموضوعنا المهم، ايه هي الآلية اللي المفروض علشان الناتج يطلع كويس بدون اي عيوب خلقية؟ طبعا احنا كلنا عارفين ان زواج الاقارب بيكون سببه ان ممكن يكون فيه مرض عند الذكر ومرض عند الانثى. المرض ده بيكون متنحي، فلما الذكر يحمل مرض متنحي يتزاوج مع انثى تحمل المرض متنحي، فيجي الانتاج في الفروخ ان المرض سائد، فيظهر المرض على الفروخ بشكل واضح. بالنسبة بقى لعملية التزاوج بين ذكر الكوكتيل وانثى الروز او انثى الفشر، فعادة العملية دي ما بتنجحش، لان الحيوان المنوي لذكر الكوكتيل ما بيقدرش انه يخترق بويضة انثى الروز او انثى الفشر. حيوان المنوي الكوكتيل لا يستطيع اختراق الا بويضة انثى الكوكتيل، وكذلك ذكر الروز وذكر الفشر لا يستطيع انه يخترق سوى الانثى الخاصة به فقط. هناك بعض الفصائل اللي ممكن مثلا ان هم يتزاوجوا مع بعض فينتج انتاج ثالث خالص، ويستطيع الذكر او يستطيع الحيوان المنوي انه يخترق بويضة النوع ده. على سبيل المثال، مثلا في بعض الناس او في بعض الغابات دلوقتي ممكن تلاقي تزاوج ذكر الاسد مع انثى النمر، بينتج في النهاية نوع ثالث خالص، يعني مجنس ما بين الاسد والنمر، بيكون بصفات تانية مختلفة. وده بيحصل لان الاسد والنمر الاتنين من فصيلة واحدة. على سبيل المثال برضو، ان احنا مثلا لو جوزنا الذكر البقرة مع انثى الجاموسة، ممكن ان هما ينتجوا نوع ثالث خالص من الانتاج او من الحيوان ده، بيحمل ما بين الصفتين. لكن عشان مثلا على سبيل المثال ان انت تزود ذكر الدجاجة اللي هو الديك مع انثى البطة، فمش هيحصل تلقيح من الاساس لبويضة الانثى، لان حيوان المنوي الخاص بذكر الدجاجة لا يستطيع اختراق بويضة البطة. كذلك نفس الامر في الكوكتيل والروز او الكوكتيل والفشر او الكوكتيل والبادجي او البادجي والكوكتيل، ايا كان، الحيوان المنوي لذكر الكوكتيل لا يستطيع اختراق بويضة الحيوان المنوي لأنثى الروز. طيب واحد يقول لك انا عملت الموضوع ده فعلا ودخلوا وباضوا ورقدت على البيض والكلام ده كله، وارد جدا، ما فيش اي مشكلة، هي هتبيض نتيجة ان هي كانت مستعدة للتزاوج وكان في ذكر يعني يرغب في التزاوج وجاهز، فحصلت عملية التلقيح ودخلت وباضت ورقدت، ولكن في النهاية البيض فاضي، لان لما حصل التلقيح الحيوان المنوي دخل للأنثى وخرج تاني بدون ما تتم عملية التلقيح. فهو زي ما يكون ان انت بتزوج مثلا الأنثى دي لذكر ما بيخصبش، بيروق ما بيخصبش، فبالتالي هي الأنثى طبعا ما تعرفش اذا كان حصل تخصيب ولا لا، هي تمت عملية التزاوج بغض النظر عن نوع الذكر اللي اكتملت معاها هذه العملية. تمت عملية التزاوج، دخلت خلاص، ايه المرحلة اللي بعد التزاوج؟ مرحلة البيض، وبعد كده بترقد على البيض وهتاخد فترتها، وفي الاخر هتطلع بدون اي انتاج. فده حاجة بتكون غريزة في اي حيوان او اي طائرة او اي كائن حي عامة. عملية التزاوج او الرغبة في التزاوج بتكون موجودة عند اي كائن حي، فبالتالي هو مش هيفرق معاه اذا كان هذا الذكر اللي لقح الانثى مناسب للعملية دي ولا لا، نتيجة شغف الأنثى في عملية التزاوج أو حضور موعد
التفريخ او البيض او هكذا. فالعملية دي مستحيل 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 ان ينتج عنها تزاوج، زي ما قلنا الحيوان المنوي لن يخترق البويضة، هما هيحصل تزاوج وتوالف وهتبيض وهترقد على البيض وكل حاجة، ولكن دون جدوى. فالصورة اللي ظهرت مؤخرا دي على مواقع الانترنت طبعا هي على سبيل الدعابة، وقد تكون حدثت فعلا بين الذكر والأنثى زي ما هو ظاهر، ولكن مش هيكون منها أي إنتاج. لو عندك أي استفسار أو أي سؤال أو أي تعليق أو أي فكرة أو أي معلومة عن الأمر ده تقدر تسيبهولي في الكومنتات. ممكن تكون أنا معلوماتي ناقصة، ولكن أنا كلامي ده على حد معلوماتي وكلام موثوق منه دون أي تشكيك. أما لو عندك أي استفسار أو أي سؤال سيبهولي برضو في الكومنتات عشان أرد عليك في الفيديوهات الجاية، أو لو الأمر بسيط ممكن أرد عليك في نفس الكومنت مفيش أي مشكلة. وأشوفكم الفيديو الجاي في عيادة بادجي. متنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لو الفيديو عجبك وحسيت إنك استفدت منه، متنساش تعمل اللايك الجميل. أما بالنسبة لقوائم التشغيل اللي موجودة في القناة عايزك تاخد فيها جولة كده، هتستفيد جدا خاصة لو لسه مبتدئ في تربية طيور الزينة. عندنا قائمة تشغيل بعنوان أساسيات تربية البادجي، هو كورس مكثف للمبتدئين هتستفيد منه جدا لو ما عندكش أي خبرات في تربية طيور الزينة. أما لو حابب تعمل مشروع ربحي، فدراسة جدوى لمشروع تربية طيور الزينة من الهواية للاحتراف موجودة أيضا في قائمة تشغيل داخل القناة. من الهواية إلى الاحتراف عبارة عن 3 أجزاء، هتحسب لك كل حاجة بكل التفاصيل بدون ما تقع في مشاكل مستقبلية. وأخيرا فقرة سؤال وجواب، قائمة تشغيل بعنوان فقرة سؤال وجواب، دي بتكون عبارة عن الأسئلة اللي بيقدمها لي متابعيني، ببدأ أرد عليها وأنزلها في فيديو وبجمعها لكم في قائمة تشغيل واحدة عشان تدخل تلاقي كل أسئلتك اللي ممكن تواجهك. وأشوفكم الفيديو الجاي في عيادة بادجي.